ألا تزورنا فنشرح لك قصة هذا المعلم؟ معرض؟ معرض ما؟ إنني لا أرى أي بضاعة في هذا المعرض. بل هو معرض خاص لحروف الأرض. انظر إليها. ألا؟ أنا؟ لو. عندنا في اللغة العربية ثلاثة أحرف دعاها النحويون حروف الأرض، وأنا مسؤول عنها. ألا تزورنا فنأنس بك؟ ألا حرف عرض. أما تنزل عندنا ضيفا فنسر بك؟ أما حرف عرض. لو ترافقنا فنخفف عنك؟ لو حرف عرض. ماذا لاحظت؟ لقد لاحظت يا سيدي أن حروف العرض كلها رفق ولطف ولين. وهذه هي ميزة حروف العرض، إذا تأملتها وجدت كلا منها يتضمن طلبا برفق ولين. ألا تزورنا فنأنس بك؟ أما تنزل عندنا فنسر بك؟ لو ترافقنا فنخفف عنك؟